اهلا وسهلا بكم. راح نتكلم عن الميزانيه، لكن لا زال الحديث موضوع اقاله وزير الصحه يسيطر على المشهد حتى في الفاصل. تبغون تكملون في الموضوع ولا نروح الموضوع؟ لا خلينا نروح الموضوع. انا نروح الموضوع انا. إيه؟ طيب، حققت الحقيقه دول مجلس التعاون الخليجي فائضا بقيمه 550.3 مليار ريال سعودي ميزانيتها عام 2013. طبعا استحوذت المملكه العربيه السعوديه على 37% منها بقيمه 206 مليار ريال. ووفقا لتحليل وحده التقارير الاقتصاديه في صحيفه الاقتصاديه، بلغ نصيب الفرد في الخليج من اجمالي الفوائد 17.1 ألف ريال سعودي، حيث يبلغ عدد سكان الخليج بنهايه عام 2013 نحو 49 مليون نسمه. نتابع هذا التقرير ثم نعود للنقاش. في حصاد العام الميلادي الفائت 2013 لاقتصاد الخليج، وبحسب تقرير صحيفة الاقتصادية، سجلت الدول مجتمعة فائضا قدر ب 550 مليارا فاصل ثلاثة. نصيب المملكة العربية السعودية منها هو 37% ب 206 مليارات ريال، وهو الفائض العاشر للمملكة منذ عام 1983 للميلاد. تلتها الكويت بنصيب قدر ب 23% بواقع 127 مليارا فاصل تسعة. جاءت بعدها الإمارات ثم قطر وتلتها عمان. أما البحرين والتي جاءت متذيلة للقائمة فلم تسجل أي فائض، بل وبعجز قدر بأربعة مليارات فاصلة تسعة. نصيب الفرد من الفائض المسجل جاء الترتيب فيه مخالفا، فبينما حلت المملكة في المرتبة الرابعة بين دول المجلس ب 6900 ريال سعودي للفرد الواحد، وذلك نسبة لعدد السكان المقدر بنحو 30 مليونا، جاءت قطر في المرتبة الأولى وب 49 ألف ريال فاصلة تسعة للفرد، نتيجة لقل عدد السكان البالغ 1,900,000 نسمة. وتصدرت الكويت الدول الخليجية في نسبة الفائض في ميزانيتها لعام 2013 من الناتج المحلي، حيث بلغ الفائض 18.6% من الناتج. تلتها قطر بنسبة 12%، والسعودية جاءت رابعة بنسبة 7.4%، وأخيرا سلطنة عمان بنسبة 5%، فيما بلغ نسبة العجز لدى البحرين من الناتج المحلي نحو 10.7% خلال العام الماضي. وفيما يتعلق بالعام الجاري، فمن المتوقع للمملكة أن تسجل هذا العام توازنا في ميزانيتها، أي بعدم تسجيل أي فائض أو عجز بعد أن سجلت فوائض لأربع سنوات ماضية على التوالي. لمناقشة هذا الموضوع يسر نرحب بضيوف الأعزاء في الاستوديو، عضو جمعية الاقتصاد السعودي الأستاذ عبد الحميد العمري والكاتب الاقتصادي ايضا، ويسرني ارحب ايضا بمستشار التخطيط الدكتور عبد الله الفايز والكاتب ايضا. اهلا وسهلا بضيوف الاعزاء. ببدا معك دكتور عبد الله، هل تشوف انه الارقام دقيقه ودلالاتها صحيحه؟ والله هي طبعا اكيد ان الارقام اتوقع انها صحيحه، ما اني اتوقع انه الفائض المملكه اكثر من الموجود مقارنه بدول الخليج، لكن هو ليس مستغرب لانه عاده الانفاق سواء لدول الخليج الدول الصغيرة أو مثل المملكة كدولة كبيرة، في الدول الصغيرة أتوقع أن الإنفاق اللي هو قابلية الدولة أو قابلية البنية التحتية في البلد نفسها للإنفاق تكون الحقيقة صغيرة، من ناحية لوجستية، من ناحية مقاولين، من ناحية تنفيذ، يعني مهما تبي تصرف ما تقدر تصرف الفلوس في الوقت أو في عام أو في عامين. لذلك دائما لما نتكلم عن الإنفاق الحكومي نجد أنه حتى لو بغيت في يوم ما مثلا ميزانية المملكة مثلا 280 مليار مثلا، لو تبي تصرفها في سنة تجد أنك في آخر السنة ما تقدر تصرفها كلها لأسباب كثيرة، لأنك أنت جاهز ما أنت بجاهز أنك تصرف على الأشياء، ما عندك المقاولين، ما عندك البنية اللوجستية، ما عندك الأشياء كلها اللي تستوعبها الإنفاق نفسها. سبحان الله تنصرف رغم أنه ما عندنا. أحيانا سبحان الله تنصرف رغم أنه ما عندنا يعني. والله قليل، يعني أعطيك مثال بسيط، الإسكان. الإسكان كم معطي ميزانية؟ كم يعني ميزانية كبيرة فوق 250 مليار. مليار نعم. أي 250 مليار من متى إلى يومك ما صرف منها يعني شيء، يعني شيء بسيط. يعني اللي أقصده أنا أنه حتى لو الدولة رأت أنها ستنفق لا تستطيع الحقيقة البنية. طيب هي لأنه أنظمة وزارة المالية لا زالت ما هي مواكبة مع الزمن، ميزانية يعني بنود ما هي ميزانية مشاريع ولا هي ميزانية تنموية ولا. وكل سنة نقول ذا الكلام، كل سنة أنتم في برنامج نقول ذا الكلام، وعارفين أخطائنا وعارفين عيوبنا ومشاكلنا وين، ولكن ما في حل.
لا، هو في فرق بين سيطرة وزارة المالية في بعض البنود، بعض الأشياء، هذا صحيح، هذا موجود، لكن لما تجي على مستوى موضوع إنفاق، أنت الآن لو تقول أنا والله أبغى أبني مجموعة بيت لي أنا أو بيوت لي أنا وأولادي، وعندي المبلغ وعندي كل شيء، أنت بتجيب المقاول، أنت بتجيب الناس، ما تقدر أحيانا تصرفها كلها مهما كانت فلوسك، ما تقدر تخلص في الوقت المناسب. هذا اللي أنا أقصده، يعني هو في فرق بين النية أو وزارة المالية وتقييدها لبعض الأشياء، أو إذا أعطيت أنت وزير معين أو وزارة معينة مبالغ وقلت لها أصرف فيها، طيب تفضلي هذه الفلوس، وقالت لك الوزارة والله أنا ما أقدر أصرف، ما عندي هالمقاولين، ما عندي أراضي، ما عندي، كما هو الحال في الإسكان. يعني الإسكان أعطي ميزانية مفتوحة، يعني من يعني مكرمة ويعني أوامر ملكية بأنه تفتح لهم كل الميزانية والإنفاق كل شيء، ولا قدروا ينفقون. فيعني هذه الأشياء. أستاذ عبد الحميد، يعني هل من دلالات، هل هذه الأرقام تدل على أن نحن ماشيين في الطريق الصحيح؟ هل ممكن إحنا نستفيد من هذه الأرقام بأنه نتحرك بطريقة مختلفة، مثلا اقتصاديا، مع المواطن، مع مشاريعنا الاستراتيجية، مع صناديقنا السيادية، مع؟ هو طبعا يمكن نكون إحنا في مرحلة ما عاد فيها مجال الواحد يعني يلمع ما لا يستحق التلميع. ويجب أن نكون صريحين، هذا اللي تشوفه أنت من الفوائض، أنا أتكلم على الاقتصاد السعودي. هذا فائض بين قوسين ورطة. الاقتصاد السعودي من 10 سنوات وهو يحقق فوائض، الشيء الوحيد اللي يمكن نجح فيه أو نقل ورطته إلى طرف آخر اللي هي الحكومة، اللي هو الدين العام. الدين العام عندنا كان تقريبا في عام 2002 أكثر من حجم الاقتصاد، مع سداد الدين وصلنا إلى أقل من 92 مليار. اللي تورط في سيولة وين يوديها؟ اللي هو البنوك. الآن البنوك الآن تحاول أن تصطاد كالفئران الناس بقدر الإمكان من أجل تمديد القروض. وبالتالي أنت لو ترجع لموقع مؤسسة النقد وتشوف الريفيرس ريبو والإقراض العكسي اللي تقوم به البنوك، لأنها متورطة في سيولة ما هي تدري وتكلف عليها. فبالنسبة للفائض هو ورطة، لأنه راكم لدي احتياطيات في الخارج تصل إلى ما يقارب 3 تريليون ريال، العائد عليها أقل من 1%، أقل من التضخم، يعني بخسارة موضوعة في استثمارات. دائما وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط دائما يعني يسوقون لصالح هذا القرار انه في احتياطيات آمنة وفي اوراق آمنة قليلة المخاطر، وهذا ليس هو الاعتبار. الاعتبار اتمنى ابراهيم العساف ومحمد الجاسر يرجعون لصفحات الاستراتيجية اللي تتكلم عن ماذا يتم، وفي خطة التنمية ماذا من المفترض أن نقوم به من خلال هذه الفوائض اللي تتراكم وتكون لها الاحتياطيات، بالنص الصريح مذكور أن تترجم هذه الأموال إلى أصول داخل البلد، أصول محلية تحافظ على استقرار الاقتصاد، تنوع الاستقرار الانتاج الاقتصاد السعودي، تخلق فرص استثمار، تخلق فرص عمل، وبالتالي نخرج من أسر البترول أو أسر الفوائض. يعني نسأل سؤال، من أين أتت الفوائض؟ هل هي من زيادة إنتاج في المملكة العربية السعودية؟ أبدا، ومن يقول غير هذا الكلام يتقدم ويثبت، هو من ارتفاع أسعار البترول. طيب كيف انعكست هذه الأرقام أو هذه الفوائض على التنمية داخل البلد؟ اللي حصل أنه من خلال 20 سنة إلى 15 سنة مضت انخفضت قيمة الريال، ارتفع التضخم، تآكل دخل الفرد أو المواطن، أصبح اليوم 1000 ريال لا تقارن مع عام 99 بأكثر من 455 ريال. بالتالي من يدفع الثمن هذا؟ أيضا هناك استخدام للفوائض تم من أجل المشروعات في الخطة الثامنة والخطة التاسعة، أنفق أكثر من 2.1 تريليون ريال. كيف تستطيع أن تراها في واقع الأمر؟ كيف تراها تترجم؟ هناك أكثر من 1.3 تريليون إما تعثرت مشروعاتها، إما توقفت، إما وقعت واعتمدت ولم تنفذ، زي ما تفضل الدكتور عبد الله لا يوجد مقاولين، يعني وجاءت يعني السياسات الأخرى اللي من وزارة العمل وزارة التجارة وأضعفت أيضا من شأن هذا الأمر. بالتالي الفوائض اللي تحققت سنويا تراكم جزء منها في الخارج وجزء أنفق في الداخل، لم ينعكس على التنمية ولم ينعكس على الرفاهية، بالعكس أوجد فجوة
لذلك تشاهد المواطن يبحث عن مستشفى لا يجد، تجد المواطن يبحث عن مستوصف لا يجد، يبحث عن سرير ليتنوم لا يجد، ليبحث عن علاج لابنه لولده لابنته لزوجته لأبوه لوالد ما يجد. تجد الأب يبحث عن مدرسة قريبة من منزل ابنه من منزله لا يجد. تجد أنه هناك مشاكل في الخدمات البلدية وكلنا نلاحظها، الزحام، المشاكل في النقل، المواصلات. أنا لا أريد أن أرسم صورة سوداوية، ولكن يجب أن نقرأ الأرقام على حقيقتها. حينما نقول أن هناك نمو اقتصادي، فالنمو الاقتصادي أتى من هذا النفط. وحينما نقول أنه القرار أو تنفيذ السياسات نام تحت مخدة سحر وانبهارنا بدخل البترول، فهذا ما حدث الآن. بالتالي اليوم لا قدر الله لو انخفض البترول، انبهار بقدر ما هو زي ما ذكرت في البداية، ما في يعني تنفيذ الخطة الخمسية. كل الخطة الخمسية تقول تنويع مصادر الدخل، تنويع مصادر الدخل، تنويع مصادر، كلها صح ولا لا؟ بالضبط. طيب وإحنا اليوم واصلين لآخر ميزانية، عندنا 7% فقط ما هي مصادر الدخل، و93 أو 92 الدخل النفط. بالضبط. طيب إذا من يتحمل المسؤولية هنا؟ تتوقع أنه أنت لما تطالب الوزير الجاسر ولا الوزير العساف أنهم يركزون، هل هي مشكلة أداء وزراء ولا مشكلة حكومة؟ يعني لأنه مو معقول كل الوزراء اللي مروا يعني ما فكروا في هذا الشيء أو حاولوا ينفذونه، بس ربما في قرار معين لا يريد أن ينفذوه، ربما في أنظمة لا تستطيعون يتحركون من خلاله. أنا ما بستقطع الوقت كله، ولكن من يكون غير المسؤول غير الحكومة؟ والحكومة ممن متكونة؟ من وزير المالية، من وزير الاقتصاد والتخطيط، من وزير التربية، من وزير التجارة، من وزير العمل، كل هؤلاء مسؤولين. يعني بالذات المعني بالذات الشأن الاقتصادي يمكن أهم الصف الأول اللي يمكن يجب أن يكون هناك تحرك بالنسبة لهم، اللي هم تحت مظلة المجلس الاقتصادي الأعلى. يجيك بالدرجة الثانية بقية الوزارات. هذه الوزارات هي المعنية، هي المسؤولة عن توظيف الريال في الموقع المناسب، وعن استخراج الاقتصاد السعودي من حالة التخدير اللي هو عايش فيها، نايم على النفط. يجب أن تستخرجه. كيف تستخرجه؟ هل سيستخرجه عبد الحميد العمري أو علي العلياني أو الدكتور عبد الله الفايز؟ مستحيل. يجب أن يكون صاحب القرار اللي هو وزير التجارة، وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط. اللي احنا ما نتكلم شيء من جديد، يعني ما انا لا ابتكر شيء جديد. أنا الآن على الأقل أنا أطالب بتنفيذ ما كتبته أيديهم في خطط التنمية. يعني بالنص الصريح مكتوب تحويل هالفوائض إلى أصول محلية تخلق فرص عمل وتخلق تنويع إنتاجي. يعني ما جبنا يعني لا جبنا نص من البنك الدولي ولا صندوق النقد الدولي، إحنا جبنا شيء من داخل وزارة التخطيط، وهذا المطلوب. طيب دكتور عبد الله. حقيقة أنا ما يعني أوافق ولا أوافق على هذا الكلام. أنا أعتقد الدولة عندها توجه أنها تقوم بهذه الأشياء كلها، لكنك أنت لا تستطيع أن تغير بلد كبيرة في سنة أو سنتين. يعني الدولة عندها توجه، عندها بنت كم جامعة الآن؟ كم جامعة بنينا؟ مستشفيات، وفي الخطط الجاية في مستشفيات، تنويع الاقتصاد، رأس الخير. الدولة قاعدة تصرف تصرف تصرف، لكن أنا ما أعتقد أنك بهالسرعة أو أنك تقدر في خلال سنة أو سنتين أو ثلاث، اللي متى بدأت تطلع عندنا الميزانيات اللي عليها الكلام، كلها في ثلاث أربع سنوات الأخيرة هذه. أنت ما تقدر تبني دولة كاملة في ثلاث أو أربع سنوات. أنا أعتقد أنه أن هناك خطط، هناك يعني نوايا جيدة للدولة أنها تخلق فرص عمل، تخلق. لكن مشكلتك الأساسية أنه لو تجيب هالفلوس اليوم تبغى تصرفها في البلد، ما تقدر تصرفها. يا خلنا ننظر إلى موضوع السعودة، من تسعود ومن ما تسعود؟ إحنا كم واحد اللي تقدر تسعودهم؟ وش عندك قدرات في البلد ناس على أساس أنها تدير هالمستشفيات اللي بتطلع ولا الجامعات اللي بتطلع؟ يعني الجيد أنه خادم الحرمين، يعني لموضوع الابتعاث والابتعاثات اللي صارت الحين، صارت لها كم سنة الآن، هذول الجيل اللي بيرجع، هذول الناس اللي بيشتغلون في هالأشياء. أنت اليوم يعني صرف المشاريع، أنا دائما أقولها اليوم إذا قلنا مشروع إسكان ولا جامعة، من أكثر من يفرح بهالمشاريع؟ أنت ما عندك سعوديين يبنون ولا مقاولين، اللي يفرحون الأجانب يا أخي. أنت هالفلوس كلها تروح برا البلد أصلا. يعني المشروع الواحد 30% من تكلفة أي مشروع هي العمالة الأجنبية، و30 تقريبا لمواد البناء اللي أغلبها تجي من برا.
اليوم أي شيء تصرف في البلد أصلا هو يقطع، هو فرص عمل للدول اللي حولنا، باكستان، الهند، الدول العربية، الدول الأخرى اللي حولنا. أنا أعتقد أنه أن جدولة الصرف أنها يعني جيدة، الدولة لابد أن تضع يمكن فترة 30-40 سنة لين نشوف نتائج هذا الصرف اللي موجود. ما راح يكون في يوم وليلة أنك تقدر تصرف هذه الأشياء كلها. 30-40 ليش؟ بقول لك ليه. 30-40 سنة إذا بتكلم عن استراتيجية بلد فيما يتعلق بتعليم، بمشروع نووي، بس أنا أتكلم أنا عن مدن طبية واضحة شبغة فيها مرض تخلص سرعة. لما تولى الملك عبد الله وكان في إرادة ملكية حقيقية أنه يكون في عندنا عدد من الجامعات، حين دلسنا سنوات طويلة عندنا 7 جامعات و8 جامعات. صح. خلال سنوات بسيطة، يوم السبت المقبل راح نحتفل مرور 9 سنوات على تولى الملك عبد الله يعني الملك، تتكلم الآن إحنا واصلين 28 جامعة مع 3 الجامعات الأخيرة، إذا تمت نصير عندنا 31 أو 32. صحيح. طيب يعني هذه في فترة زمنية ما هي صحيح طويلة. بس هالجامعات وش فيها؟ من فيها ومن يدرس فيها؟ جامعة في الجوف، جامعة يعني جامعة وصرف وإنفاق كل على يمكن ما يجي لهم 50 طالب. يعني في مشاريع قاعدة تطلع بس أنت تحتاج ناس تشتغل، تحتاج ناس تخيل يعني. أنت تخيل جامعة جازان كم فيها طالب وطالبة؟ في بعض الجامعات صحيح، بس في جامعات أنت فوق 30. معليش خلونا نكون شوية. أول شيء الدكتور يقول سنتين، مو صحيح، مو صحيح يا دكتور. هذا أقول لك الفائض العاشر، احنا نتكلم من عام 2002 وعندهم فوائض، هذه واحد. اثنين، تقول لي الوزارة نعطي سنة، أعطيناهم سنة وسنتين وثلاث وأربع. الخطة الثامنة والتاسعة يا طويل العمر أثبتها وأثبتها وأعيدها، أعلى إنجاز ما تعدى 25%. منو كيف تقول لي أعطي سنة سنتين؟ أعطيناهم 20 سنة و10 سنوات. معليش لا الوزير ما اسمعني، اسمح لي دكتور عبد الله. لا هو مواطن او شخص مثلي ومثلك، هو دريت انه مواطن حبيبي. انا بقول لك على شيء يعني. وزاره الصحه مثال، وزاره الصحه المخصصات اللي خصصت لها في الخطه التاسعه وخصص لها ارقام، هل تعلم حتى نهايه 2013 المبالغ الفعليه اللي اخذتها انها اعلى من اللي طلبتها علشان 5 سنوات؟ بس باربع سنوات تتجاوز يمكن 198%. وما هي النتيجه؟ 1000 مواطن قدامهم كرسي سريرين، 1000 مواطن قدامه طبيب، من المسؤول عنها؟ أبعرف ناصر الجوهر مدير منتخب ولا مين يعني؟ ما أبعرف إذا كان بتدافع عنهم وتعطيهم. لا معليش، شوف أنا ما قاعد أهاجم أحد، أنا قاعد أدافع عن بلد في 30 مليون مواطن ومقيم، أنا قاعد أدافع عن بلد يريد أن ينطلق إلى الأمام، لا يريد أن ينشغل بالحفر اللي تركها للوزير فلاني ولا فلاني. فبالتالي مسألة أنك تقول أعطيناهم سنتين ثلاث، مو صحيح أبد. هذا لهم الآن ميزانيات، بالذات وزارة الصحة ما في وزارة استثنيت بالدعم والدعم السخي جدا زي وزارة الصحة، والنتيجة والشيء. طيب. هذا حنا شايفها قدام عينك الآن، والحمد لله أن القرار جاء في وقته وعساه إن شاء الله يتم. لكن هذه نقطة. اثنين، المشاكل اللي تتكلم عنها لما تقول لي وزارة السعوديين ما يبون يشتغلون، كيف؟ إذا الآن أنت الآن دكتور عبد الله لو أنك وزير العمل، وين بتوظف 1 مليون طالب وطالبة في الجامعة؟ يلا في بقالات عادل فقيه، في السوبر ماركت، في الحلاقين. معليش لا ما خلينا نتكلم شخصية. لا شخصية أنا أتكلم فرص العمل الموجودة. أنا دائما شوف دائما حق الرد مفتوح للجميع، طالما ما أنا لما نقول إحنا بقالات عادل ترى هي جزء من الحل، وأنت لو مكان عادل فقيه يمكن يكون جزء من الحلول أنك أنت تركز على ما يسمى بالقطاع التجزئة. لا مو صحيح يعني. كجزء من الحل. هو كجزء من الحل. النطاق الأخضر. إيه صح. أنقذ 1.5 مليون يعني وظيفة للأجنبي. لا عادل فقير. كل اللي سواه بس بقالات يعني ما في أشياء ثانية كويسة. هذا اللي أنت شايف. الأرقام الفعلية من موقع وزارة العمل تقول أكثر من 75-76% من الوظائف وهمية. الزيادة اللي حصلت. ما هو يقول أنا ضاعفت عدد السعوديين، يلا هذه البيانات موجودة عندك. قطاع التشييد والبناء 136 ألف سعودية فيه، مش يسوون ذولا؟ يلا جاوب. قطاع التجزئة موظف فيه جامعيين، أنا لو صاحب قرار وأدري أن السعوديين تاليتهم يتوظفون في بقالات ما درستهم. من الثانوي المتوسط يا حبيبي يلا طلع برا، دور لك بقالة ولا دور لك محل. ليه؟ هذا الكلام اللي أقول لك أعيدك على النقطة الأساسية، أنه الأموال في الخارج ظلت في الخارج، والفرص الاستثمارية اللي في الداخل اللي هو تحويل الاقتصاد إلى إنتاج شركات تنتج ما وجد هالشيء. من يدفعه؟ المستثمر التركي اللي جاني بمطاعم وجاني بشركات مقاولات، ولا المستثمر الباكستاني، ولا المستثمرين العرب؟ مين؟ 800 مليار
احنا عندنا 89% لا خلينا نكمل لك النقطه دي 89% من الاستثمار الاجنبي 800 مليار ما جاء على سواد عيوننا ولا جاء الا على شيء واحد رخص الطاقه اللي عنده بالنسبه له هامش ربح. طيب بالتالي هذه النقطه يجب ان نكون صريحين يا اخوان ترى ما قاعد اهاجم احد ولا قاعد انتقد احد انا قاعد ادافع عن مقدرات هذا البلد. طيب فقط خليني اسمع راي الدكتور عبد الله انت يبدو لي ما انا لا نظرتي ما هي بالحقيقه بهالسلبيه تماما ولا بيتكلم عن وزيره واحد معين انا اتكلم عن واقع الحال انا اتكلم عن واقع الحال السعودي اليوم وزارة الصحة عندها ميزانية وش كبرها أنا أعرف وزارة الصحة إدارة المشاريع تتمنى أحد يجي مقاولين أو مكاتب هندسية تجي وتشتغل وتصمم ويبدون ويبنون أنت عندك مشكلة أنك ودك تصرف بس ما في أحد ما عندك مقاولين ما أنت بجاهز أنك تسوي هذه الأشياء كلها وزارة النقل نفس الشيء يعني شوف مشروع النقل العام الآن كم مليار بيصرف عليها الحين واللي شادين عليه هو بقوة هو بسرعة يبي له 4 سنوات لين يخلص وهذا مشروع واحد هذا بيحقق فرص عمل للسعوديين مستقبلا الهيئة العليا للسياحة تتكلم عن مشاريع سياحية كبيرة هل أنت عندك فعلا وعي سياحي هل عندك أنت قدرات سياحية سعودية فاهمة في السياحة ومجال السياحة هذه كل الأشياء علشان أنك تصرف وتخلق فرص عمل لابد أنك تعلم وتدرب وتؤهل وهذا يأخذ وقت العقل أو المخ يعني الإنسان العمارة تبنيها في 2 سنين العقل البشري يبي له سنين لين يتغير ويبدأ حنا إذا وقت بسيط نسب الأجانب ونهاوشهم شوي نلاحقهم في الشوارع ونبيهم يجون عندنا سياحة وشلون بيجون كيف بيدخل عندك ناس سياحة في بلد أصلاً أنت ما عندك تأشيرات ودخول بهالطريقة الصحيحة غير السياحة الإسلامية أو الترويح الإسلامي أو غيرها يعني في عندك أشياء مين مهيئة في البلد نفسها أنك أنت تصرف يعني اللي أنا أقصده أنه بالعكس أنا أعتقد وجود احتياطيات هاي تساعدك في الرانكينج حقك أنت الائتماني برا تعطيك قوة اقتصادية خارج البلد أنا من الناس اللي أعتقد بالعكس لابد يكون هناك احتياطيات وتبقى وهذه الاحتياطيات تبقى إن شاء الله هو ما أعتقد للأجيال القادمة عبد الحميد عنده مشكلة في الاحتياطيات بس كيف تدار الاحتياطيات أنا لازم أعرف وش قاعد يصير هناك ما تقدر تدير كلها الاحتياطيات بعد ما تقدر كلها تجيها تكبها في البلد صعبة ما تقدر أنت ما أنت بجاهز انت بجاهز وانت عندك ليكج الى عندك الى قبل انت عندك مشكله يعني العماله الاجنبيه اللي في البلد انت الفلوس اللي تصرفها هذه الايام هذه في الحقيقه انت تصرفها على اجانب اغلبها طب انت قدرت تستقبل 800 مليار طبعا تقدر تستقبل استثمار اجنبي قدرت تنفق 2 تريليون ريال مشاريع هذا بسبب قدرتك الاقتصاديه لا لا لانك انت عندك انت الحين تقول لي وش اقتصادك اقتصاد البحرين ولا اقتصاد قطر اقتصاد السعوديه قاره يعني أنت الآن تطلب وتستجدي استثمار أجنبي وصل عندك 800 مليار وش جاك؟ ما جاك المتردية والنطيحة صحيح ولا طيب ولا من هذا الآن أموالك برا تحطها في 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 مخزنات قيمة تطلع عليك بالخسارة وبعدين تروح تستجدي وتقول تعال مستثمر كيف تحطها؟ وانت بيحطها هل المدن الاقتصادية ورا ما كملتها 6 مدن الآن هي 6 مدن ورقية وين هي؟ هذا المشكلة وين الحين ما هذه مشكلتك انك تصرف على مشاريع ما منها ما في جاهزية لها يا اخي انت ما عندك تحط لي جامعة في منطقة ما فيها طلاب لها مدن اقتصادية في مناطق ما عندك سعوديين تشغلهم فيها يا اخي والله احتجت يعني الان ترى ما في جامعة في السعودية اقل جامعة في السعودية عدد 5000 تتكلم يعني ترى جيد يعني في جامعة تقوم على يا اخي مو مشكلة ان يكون في جامعة في الجوف ولا في جيزان ما هي بهذه المشكلة المشكله اللي بيتخرجوا من الجامعه وين بتوظفون هذه كارثه ما تدري وين بتحط الان قدامك مليون جامعي يا اخي الكريم ارجع للكلام ارجع لتجارب التاريخ والدروس اللي حصلت في الماضي بالنسبه لنا كنا في وقت مضى نسبه الاميه 93 94 في السبعينيات اليوم احنا العكس جامعيا عندنا الان في الجامعات مليون وشوي طالب عندنا برا 250,000 وعندنا الان 1.5 مليون نصفهم جامعيين يدورون وظائف وجاي تقول لي اعطيه فرصه سنه سنتين اعطيناهم يا اخي 10 سنوات ما شفنا شيء الوزير المقصر ليش حسابه الحين انا ليش اقول الحساب العين عسير لان الملك ما قصر عليهم بريال واحد الوزير يقول انا يا طول عمره بسوي 1 2 3 4 ب100 مليار ايش يقول له الملك يقول خذ 200 مليار والنتيجه وش هي يجيني اخر السنه او اخر السنه اللي بعدها يقول الاعذار حقتك والله المقاولين ما لقينا الشركات ما لقينا وش طيب ساكت 4-5 سنوات وتوك تتكلم الآن ولا وبعدين بعد ما يقال الوزير يطلع يكتب لي مقالات يعلمني يفهمني وش الإصلاح
يفهمني وش الإدارة يخست على وجهك البعيد. مو معقول إذا كنت على رأس العمل ما فلحت تبي تفلح على جريدة معهم يا أخي، هذا منطق من تقصد؟ أنا أتكلم على كثير من الوزارة، لا تحدد بعينه، اللي مات مات واللي حي حي. طيب عموما حق الرد مكفول للجميع، أبد محفوظ. أنا أعرف، أنا بس أحب أقول لكل من يتحدث هنا في أهله ويتحدث بوطنية، عاد كل واحد يحب الوطن بطريقته يعني. تبغى تقول شيء دكتور عبد الله؟ أنا بس حقيقة ما وافق بالصورة القاتمة هذه. أنا أعتقد أن لا الوزراء عندهم عصا سحرية يغيرون شيء. حنا كمجتمع وكشعب سعودي ما زلنا نحتاج إلى وقت كبير أن نكون مهيئين للصرف اللي بيجي، ولا بد يكون عندنا تدريب. أنا أوافق على أنه في كم واحد متعلم وفي بعثات، هذا الجيل اللي بيجي هذا الجيل اللي إن شاء الله يصير الإنفاق في وقتها لما يجون هذول الناس، هم اللي بيديرون البلد، هم اللي بيسيرون الأمور. شكرا لك وهذا دكتور عبد الله الفايز، شكرا لك أستاذ عبد الحميد العمري. فاصل ونعود لكم بعد قليل في ملف آخر.